السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن انجكتبل اتروبين 4 ملي جرام، بيتم اعطاه في حالات البراديكارديا، بطء ضربات القلب، اورجان فوسفات او كارباميت توكسيسيتي تسمى بورجان فوسفات فوسفات العضوي او كارباميت العضوي، لانه الاتروبين في هذه الحالة يشتغل كانتي دوت ترياء. لا نعطيه في حالة التكي كارديا دي كونترا انديكيشن، ولا نعطيه في حاله المريض الذي يعاني من تضخم بروستاتا انلارجد بروستيت، لانه ممكن يسبب احتباس البول يورين ريتينشن، ولا نعطيه لمريض الجلوكوما لانه يسبب زياده في ضغط العين. يستخدم الاتروبين لاغراض متعدده بما في ذلك تحريض القلب لينبض بشكل اسرع والسيطره على ضربات القلب وبطء ضربات القلب نتيجه لحدوث اكيوت ام اي مايوكارديال انفاركشن، وذلك للوقاية من حدوث عدم انتظام ضربات القلب.